قليبه راه كيضرب. شتي هاد المغيصه هادي كدير هكا؟ هاي اصبر جي هاد الحنبيه المغيصه كديرها هكا القليب يلا عندو شي ديسون هكا كيما كيما. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد ان الفيديو ديال اليوم فيديو مهم ان شاء الله لكل سيده راغبه في الحمل والانجاب. بطبيعه الحال هاد الوصفه هذه وصفه قويه لسرعه حدوث الحمل. متتبعه في القناه الف مبروك لها، مشات شافت الجنين ديالها في السونار وهي ماشي مصدقه يعني هاد الامر هذا بانها حامل. ألف مبروك أختي، ما شاء الله الحمل ديالك في صحة جيدة. يا ربي تثبتوا لك ويا ربي إن شاء الله تشوفي الجنين ديالك بين الأحضان ديالك. هاد السيدة هادي ككل أخت فيكم تهي كانت عندها واحد الحرمان من الدرية، طال الانتظار ديالها وعيات ما تجرب في الوصفات حتى جربت الوصفة اللي في القناة اللي هي وصفة معروفة ان شاء الله. بغيت نتشاركها معكم لربما تنتم تكونوا يعني تستفدوا منها بإذن الله. وصفة سهلة، شاي رائع جدا، وصفة قوية لكل سيدة محرومة من الدرية. وصلوا لي الفيديو الأكبر عدد من اللايكات لأن فعلا فيديو مهم يستحق المشاهدة، وبغيتوا يوصل لجميع السيدات المحرومات اللي كينتظروا بشوق وبفارغ الصبر. ويا ربي ترزق كل أخت فيكم درية صالحة في القريب إن شاء الله وتفرحونا جميع. أكيد ما تقولوش على الحلم ديالكم مستحيل، بوصفات طبيعية مجربة إن شاء الله وناجحة لسرعة حدوث الحمل ممكن يحدث معك الحمل بسرعة وتحقق الحلم ديالك. هذا الفيديو هذا اللي حطيت في أول الفيديو بطبيعة الحال صفتته لي المتتبعة في القناة، وهو فعلا فيديو مؤثر فرحت لها أكيد، وتنتم غادي تفرحوا لها لأنها ما مصدقاش راسها كيف مشتيو في الفيديو. ما تيقاتش أنها حامل، شافت الجنين ديالها في البداية ديالو، في البداية ديال التكوين ديالو، ويعني والفرحة غلبات عليها ما عرفتش كيفاش تتصرف. بطبيعة الحال كنتمنها لكل أخت فيكم يا ربي تفرح كل أخت كتشوف الفيديو ديالي بالدرية إن شاء الله، وتسمع دقات القلب ديال الجنين وتفرح أكثر وأكثر. شاي الأعشاب، شاي الأعشاب هو الوصفة اللي جربت هاد الأخت. وصفة بسيطة ولكن المفعول ديالها كبير بزاف. أولا كتنشط لكم التبويض، ثانيا كتساعد على سرعة حدوث التخصيب، ثالثا كتخلي البويضة تنغرس في جدار الرحم اللي هو أمر مهم بزاف. يعني من بعد ما تكونت البويضة خاصها مجموعة من المراحل باش توصل لمرحلة التعشيش. بطبيعة الحال ملي كتوصل ديك المرحلة فكتكون بويضة كاملة بجودة عالية، كتستطع أنها تلقى الأنابيب مفتوحة، وكذلك كتمشي للرحم وكتلقى داك المكان نظيف جدا باش انها تنغرس وتكون جنين 9 أشهر. بطبيعة الحال هاد الامور هادي ضروري انهم يكون ما فيهمش مشاكل. يعني السيدات اللي عندكم انسداد في الانابيب حاولوا انكم تمشيوا للطبيب تعرفوا مدى او درجة الانسداد. السيدات اللي عندهم تكيس المبايض كذلك يمشيوا يراقبوا التكيس، يحاولوا انهم ينقصوا الوزن ديالهم، يحاولوا يتبعوا ادوية، ممكن دواء اللي كيكون يعني كيساعد على ضبط السكري يوصفوا لك الطبيب بواحد الجرعة منخفضة ويعالج لك التكيس. يعني الطبيب هو اللي غيشوف الحالة ديالك، هو اللي غيعرف شنو ممكن انه يعطيك من دواء. بطبيعة الحال السيدات اللي عندهم التهابات يعالجوا الالتهابات، ممكن تستعملي الوضوء بماء الخزامة، استعمليه للوضوء لأنها وصفة قوية لعلاج مختلف الالتهابات اللي ممكن تسبب لا قدر الله في موت السائل المنوي وصولا، يعني ما كيتمكنش أنه يوصل للبويضة. هنا غادي نعطيكم الشاي ديال الأعشاب اللي جربت هاد الأخت هادي، هي وصفة في القناة عندي يعني وصفة معروفة، حبيت أنني نزيد نشاركها مع جميع الأخوات اللي عاد كيلتحقوا بيا دابا. يعني الأخوات اللي
عاد كيتعرفوا على القناة ديالي ما تنساوش ديما تفعلوا خاصية الجرس، كذلك ضغطوا على زر يعني الاشتراك باش ديما توصلوا بجديد القناة. السيدات اللي ما كيوصلهمش الاشعار بالفيديو ديالي يحاولوا يحيدوا الاشتراك ويردوا الاشتراك، لان كاين عندي مشكل في القناة، عندي عدد كبير من المشاركات ولكن ما كيوصلهمش الاشعار بالفيديو، فحاولوا انكم تفعلوا الخاصية ديال الجرس باش ديما توصلوا بجديد القناة. هذا الشيء هذا غادي تشربوه ابتداء من اول يوم لنزول الدورة الشهرية. بالنسبة لمكونات هذه الوصفة، هذه هي وصفة بسيطة إن شاء الله، ولكن المفعول ديالها كبير وكبير بزاف، ويا ربي تكون يعني سبب في الحمل ديالكم إن شاء الله. مكونات هذه الوصفة، هذه ملعقة صغيرة من اللافندر أو الخزامة، ملعقة صغيرة من الزعتر، ملعقة صغيرة من الأزير، يعني ثلاث أعشاب مهمة لتنشيط التبويض، إلى اجتمعوا في واحد الوصفة فغادي يعطي واحد مفعول كبير بزاف لتنشيط الإباضة، لتكبير حجم البويضة، لفتح الانسدادات، لتنقية الرحم، وبالتالي المساعدة على سرعة حدوث الحمل. إذا سأكرر الوصفة: ملعقة صغيرة من اللافندر أو الخزامة، ملعقة صغيرة من الزعتر، ملعقة صغيرة من كذلك الأزير أو اليازير. بطبيعة الحال كتاخدي هاد الثلاث أعشاب وكتحضر بهم الشاي اللي يعني غادي تناوليه ابتداء من أول يوم لنزول الدورة وصولا إلى آخر يوم، يعني من أول يوم إلى آخر يوم. إلا كتبقى الدورة عندك 5 أيام ديريها 5 أيام، 6 أيام ديريها 6 أيام وحبسي الوصفة ديالك، فهي تعتبر مقوية ممتازة للمبايض الضعيفة وكتزيد الخصوبة عند جميع السيدات. ممكن تحلية هذا الشيء هذا بالعسل الطبيعي فقط، يعني ما تحاوليش انك تديري السكر، ديري العسل الطبيعي اللي كيكون اصلي باش يعني تكتمل الوصفة ديالك وتجربها وتنجح معك كيف ما نجحت مع هاد المتتبعة، وانا شخصيا اعطتها لها وراسلتني يعني تفاجأت بالحمل ديالها بهاد السرعة هذه، الف مبروك لها. بطبيعة الحال ديما ما تهمليش الايام ديال الاباضه، حاولوا انكم تحسبوا طول الدوره ديالكم، عرفوا الاوقات المناسبه للعلاقه باش يكون هناك حمل بسرعه ان شاء الله. كذلك ابتعدي على جميع مصادر الضغط والتوتر، حاولي انك تكوني بواحد نفسيه مرتاحه، حاولي انك تنساي يعني الا ما تمش الحمل، حاولي انك ما تبقايش مصره على هذا الامر هذا من خلال الضغط على الاعصاب ديالك وكذلك على النفسية ديالك، فانتي ما مسؤولاش على هذا التأخر في الإنجاب، ربي هو اللي عارف الخير فين كاين، ربي كذلك كيعطيك الدرية في واحد الوقت مناسب. ديما كتروا من الدعاء والاستغفار، ما تيأسوش وما تفقدوش الأمل، أكيد غادي يجي واحد الوقت وغتفرحوني تنتم وغادي ترسلوا لي تنتما الفيديوهات، غنفرح معكم اكيد علاش لا. بطبيعة الحال هذا الفيديو هذا بشرى لكل سيدة كتقول على ان الحلم ديالها مستحيل، فجيتكم بهاد الوصفة هذه على امل انكم تجربوها ويحصل عندكم الحمل. وديما غنبقى نحط لكم وصفات ان شاء الله حتى توصل كل اخت فيكم للحلم ديالها وتكون ام علاش لا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسونيش ديما من واحد اللايك واشتراك في القناة. لجميع الاستفسارات تواصلوا معايا اما في الصفحة ديالي الخاصة في الانستغرام وصفات نورة، او ممكن انكم تراسلوا معايا في الصفحة ديالي في الفيسبوك اللي هي عالم نورة للوصفات على اسم القناة، يعني كاين واحد المجموعة درتها على اسم أحد القناة هذه، تواصلوا معايا فيها، تهي كنحط فيها يعني جميع الجديد في هاد الفيديوهات اللي كنحط لكم في اليوتيوب. وبطبيعة الحال كان نتأسف لكل سيدة يعني باقي مازال ما حصلش عندها الحمل، كنقول لك أكيد أن ربي غادي يفرحك بالدرية وعلاش لا بالتوأم. يعني كاين مجموعة من السيدات كيراسلوني وكيبعتوا لي في الواتساب ديالي أو في الإنستغرام، يعني كيبداو يحكيوا لي المشاكل ديالهم الخاصة مع تأخر الإنجاب، كلام
الناس الجارح، وكذلك مجموعة من الأشياء اللي ما خاصكمش توصلوا لها، لأن فعلا إلا بقيتي كتصنتي الناس أو كتسمعي داك الكلام السلبي فغادي تأثر على الهرمونات ديالك وكذلك على النفسية. اكيد ان هاد الوصفة هادي اللي حطيت في الفيديو بسيطة بزاف، ولكن المفعول ديالها كبير وكبير بزاف. بطبيعة الحال السيدات اللي ما كنتمكنش انني نشوف التعاليق ديالكم، حاولوا انكم تخليوه ليا في كل فيديو جديد باش هكا نتمكن نشوف التعاليق ديال جميع المشاركات. كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي، الى اللقاء.